الحديث على عملية أمنية كبيرة برشا في رواد في الوقت ذا، إثر معلومات تفيد بأن مجموعة إرهابية قاعد يتم محاصرتها في المكان. وعندنا معلومة مازالت كي جاتنا يقولوا أنه تم القبض على كمال قدقادي وهو في تاكسي مع شخص صومالي. هذه الأخبار اللي عندنا حتى للحظة هذه، ما نجمش نأكدها. على كل حال كان فما أي جديد احنا نمدكم به مباشرة، وكان نجم نتحصلوا على سيد محمد علي العروي ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية اللي كنت معه أنا بالتليفون وهو على عين المكان، وعنا فريق نسمة زاد على عين المكان. احنا نواكبوا الحدث هذا.